اهلا بكم في فيلم جديد. بيبدا فيلمنا في مدينه نيويورك اللي كانت تحت سيطره عصابه كبيره جدا واسمهم جماعه القدم، وكان قائدهم اسمه شريدر واتسمت بالاسم ده علشان بيدوسوا على اي حد يقف قصادهم. ودي بقى ابريل اونيل بتشتغل مراسله في جريده، وكان حلم حياتها انها تبقى صحفيه كبيره جدا، وبتحاول تاخد موضوع جماعه القدم ده علشان يبقى سابق صحفي ليها بعد ما تكشف فسادهم. وبتروح اونيل تحاول تتكلم مع الشخص ده اللي اسمه ريفاتي علشان تاخد منه اي معلومات بعد ما مجموعه مسلحه هجمت عليه وسرقت منه مواد كيميائيه. المواد دي بتستخدم في الابحاث الجينيه، وبيقول لها ريفاتي انه قال كل شيء للشرطه، لكن هي بتلح عليه وبتساله عن اي مكان يكون فيه نفس المواد دي، لغايه ما بتعرف منه انه في منشاه قريبه منها. في الوقت ده بينده عليها زميلها المصور علشان عندها بس كمان نص ساعه، وبتروح علشان تكمل شغلها. ابريل بتكون معتقده ان جماعه القدم هم اللي سرقوا المواد الكيميائيه، وبتحاول تربط الاحداث ببعضها علشان توصل لدليل ادانتهم. وبتكلم ريفاتي مره تانية اللي بيطلب منها انها ترجع للمينا تاني علشان هناك هتقابل واحد اسمه ستان وهتعرف منه كل حاجه. لكن لما بتروح للمينا بتتفاجئ بجماعه القدم بيسرقوا باقي المواد الموجوده. ابريل قالت في نفسها ان دي بقى فرصتها ولازم تكشفهم، وقررت انها تدخل وتصورهم وهم بيسرقوا. لكن لاحظت ان في شخص بيحاول ان هو يتصدى ليهم وعمال يضرب فيهم كلهم. ابريل حاولت انها تصوره لكن للاسف ما لحقتش، لقت بعض الرموز على الحاويات فصورتها. وبتروح لاختها علشان تحكي لها على اللي حصل وانها شافت جماعه القدم وهم بيسرقوا، وعرفت اختها ان في حارس للمدينه وبتصدى ليهم كمان. لكن اختها ما بتهتمش بالموضوع ومش بتصدقها، وبتروح الصبح للجريده وبتحاول تعرفهم اللي شافته، لكن زمايلها بيتريقوا عليها ومش بيصدقوها هم كمان. ومديرتها طلبت منها دليل على الكلام اللي بتقوله ده. طلعت الصور بتاع الرموز اللي صورتها من على الحاويات، لكن المديره ما بتهتمش وسابتها ومشيت. وبالليل بتروح حفله لجمع التبرعات وبتقابل هناك شخص اسمه إيريك ساكس. إيريك بيكون عارف والد إبريل واشتغل معاه قبل كده، وبيسلم عليها وبيقول لها انه مشافهاش من وقت الجنازة بتاع والدها، وبيشجع إبريل على انها تكمل في شغلها، وبيقول لها ان لو والدك كان عايش كان هيفتخر بيكي جدا، وبيسيبها وبيمشي. إبريل بتكون مروحة مع زميلها في الشغل وراكبين العربية بتاعتهم، لكن فجأة بتسمع صوت ناس بتجري وهم مرعوبين وخايفين جدا. هنا بتنزل بسرعة من العربية علشان تشوف ايه اللي بيحصل، وبتسمع ضرب نار جاي من ناحية مترو الأنفاق. فبتروح هناك بسرعة علشان تشوف جماعة القدم مسيطرين على المحطة كلها واخدين رهائن كتير، لكن واحد من العصابه دي بيجي من وراها وبيمسكها وبيحطها مع باقي الرهائن. في الوقت ده بيوصل الشخص اللي بيتصدى لجماعه القدم وبيبدا يضرب فيهم علشان يخلص الرهائن منهم. وابريل بتطلع الكاميرا وتصور كل اللي بيحصل في المكان، وهنا بتعرف ابريل ان هو مش شخص واحد بس، ده اكتر من شخص. في الوقت ده بتيجي الشرطه للمكان وبتلاقي العصابه اللي قامت بالهجوم كلهم مربوطين بحبال والوضع كله تحت السيطره. هنا ابريل بدات تراقب الاشخاص اللي انقذوها هي والرهائن، وفضلت ماشيه ورا صوتهم وهم بيحاولوا يهربوا، وعرفت انهم وصلوا لفوق برج سكن. بتروح وراهم على طول لغايه ما بتوصل لعندهم. هنا ابريل بتكتشف انهم اربع اشخاص، وبتطلع الكاميرا بتاعتها كالعاده علشان تصورهم، لكن للاسف الفلاش بتاع الكاميرا خلى الاشخاص اخدوا بالهم ان في حد بيصورهم وقدروا انهم يمسكوا ابريل. لكن الصدمه هنا لما ظهر واحد منهم قدامها، وده خلاها تترعب من الخوف جدا لان اللي ظهر قدامها كان سحلفه وبتتكلم. هنا ابريل عقلها ما استحملش الصدمه واغمى عليها في الوقت والحال، ولما فاقت لقت اربع سلاحف حوالين منها وعمالين يتكلموا معاها. فابريل بتسالهم انتوا مين؟ واحد منهم قال لها احنا نينجا وسلاحف متحوله، وبدا انهم يعرفوها اساميهم، وكان اسمهم رافائيل وليوناردو ودوناتيلو ومايكل انجلو. وبيسالوها عن اسمها، قالت لهم انا اسمي ابريل اونيل، وبيقولوا لها انهم مسحوا كل الصور من الكاميرا وبيدوها الكاميرا وبيسيبوها وبيمشوا. هنا ابريل ما حرمتش برضه، طلعت الكاميرا على اخر لحظه واخدت لهم صوره من بعيد. وبتروح ابريل لبيتها وبتقعد تدور في صندوق قديم لانها حاسه انها سمعت الاسامي بتاعت السلاحف اللي شافتهم على السطح قبل كده. وبالفعل وصلت لتسجيل فيديو لمعمل الابحاث اللي كان شغال فيه والدها، وكان موجود في الفيديو إيريك ساكس اللي قابلته في الحفله، وكانوا بيعملوا ابحاث على ماده غريبه جت من الفضاء الخارجي. كانوا بيجربوا الماده دي على السلاحف والفئران علشان يعرفوا تاثيرها الجيني على الحيوانات، وبالفعل السلاحف بقت قويه جدا. هنا بنروح للسلاحف اللي بيكونوا وصلوا للمخبأ بتاعهم تحت الارض، ومن الواضح كده انهم بيحاولوا يتسحبوا بهدوء علشان خايفين من شخص معين. وفجاه الشخص ده بيكتشف وجودهم، وبنعرف ان هو فرع عملاق وبيتكلم كمان، وكان اسمه سبلينتر، وبيضربهم كلهم وبيسالهم كنتوا فين وازاي تخرجوا من غير علمي. هنا بنروح لابر اللي بدات تجهز صور ورموز للسلاحف علشان توريها لمديرتها، وبتعرف المديره بتاعتها ان الحارس طلع اربع اشخاص وكمان طلعوا سلاحف عملاقه وبيتكلموا كمان. هنا المديره ما صدقتش كلامها لانه كلام صعب على العقل البشري يصدقه بدون وجود دليل قاطع، وبتطردها المديره من الشغل وبتروح تقابل فارن صديقها وبتقول له انها اتطردت من الشغل. فبيقول لها حصل خير وتعالي اوصلك للبيت. بتقول له لا انا مش هسيب القضيه دي، انا متاكده من اللي انا بقوله. وبتقرر تروح لمركز الابحاث بتاع ساكس اللي كان شغال مع والدها علشان تتاكد منه، وفارن بيوصلها بالعربيه. وبروح لسبلنتر اللي بيكون بيعاقب السلاحف وعايز يعرف منهم لما خرجوا كانوا فين بالظبط، وبيكونوا رافضين في البدايه لكن بيستغل حبهم للبيتزا وبيعرف كانوا فين بالتحديد. واحد منهم حكى له كل حاجه بالتفصيل، وحكى له كمان عن ابريل وانها صورتهم.
هنا اتعصب جدا سبلنتر وطلب منهم انهم يجيبوا البنت فورا. واحد منهم قال له اطمن انا مسحت كل الصور ومفيش خطر علينا. سبلنتر قال له ان الخطر دلوقتي على البنت، اتحركوا فورا وهاتوها هنا حالا. في الوقت ده بتكون وصلت ابريل عند ساكس وبيكون قاعد يكلمها عن انجازاته وانه كان هيقدر يغير البشريه للافضل لو نجحت الابحاث اللي كان بيعملها مع والدها لولا النار اللي ولعت في المعمل كله وما فيهم السلاحف اللي كنا بنعمل التجارب عليهم. هنا ابريل قالت له على فكره انا انقذت السلاحف وده اللي انا جايه لك بخصوصه، والسلاحف لسه عايشين ووريت الصور بتاعتهم كمان. فبيقول لها اننا لو قدرنا نوصل لهم هيبقى انجاز، لان الماده اللي في دمهم ليها قدره رهيبه على الشفاء وهنقدر نساعد بيها مرضى كتير. وبيديها الكارت بتاعه وبيقول لها لو وصلت لحاجه تعرفيني على طول. وبتروح لبيتها وبتكون بتعمل بحث على الانفاق اللي موجوده في المدينه، وفجاه بتلاقي الكمبيوتر بتاعها تم اختراقه من دوناتيلو وبيطلب منها انها تقابلهم وبيحدد لها المكان اللي هتقابلهم فيه. وبتروح ابريل للمكان فعلا وبيغموا عينها وبياخدوها على المخبأ بتاعهم. وبتقابل سبلنتر وبتقدر انها تتعرف عليه وبتعرف ان هو الفار اللي كان مع السلاحف في المختبر. وبعد كده بنروح لساكس اللي بنعرف ان هو تابع من اتباع شريدر الزعيم بتاع جماعه القدم. ساكس بيقول لشريدر ان السلاحف لسه عايشه وتحولوا لاشياء قويه جدا. هنا شريدر وعصابته بيعرفوا مخبأ السلاحف من الكارت اللي اداه ساكس لابريل لانه فيه جهاز تتبع. في الوقت ده سبلنتر بيحكي لابريل اللي حصل زمان قبل المعمل ما يتحرق وان والدها هو اللي حرق المعمل كله لما عرف حقيقه الراجل اللي بيشتغل معاه وضحى بنفسه علشان يحرق الابحاث كلها. وبيشكرها لانها كانت السبب في انقاذ حياتهم لان ابريل وقت الحريق اخذتهم ونزلتهم للمجاري. وبيحكي لها كمان انهم فضلوا يتجولوا فيها كتير لحد ما الماده اللي اتحقنوا بيها غيرت جيناتهم وكمان غيرت هيئتهم وخلتهم اشخاص خارقين وقادرين ان هم يتكلموا زي البشر. ومن وقتها بقى يعامل السلاحف على انهم اولاده وزيه زي اي اب كان خايف عليهم من العالم الخارجي، علشان كده كان بيحاول يلاقي طريقه يخليهم يدافعوا بيها عن نفسهم لغايه لما لقى كتاب تعليم الفنون القتاليه وبدا يطبق على نفسه علشان يتعلم الاول. وبعدين بدا يعلم السلاحف وعلشان هم خارقين بيستوعبوا وبيتعلموا بسرعه كبيره لغايه ما بقوا محترفين في فنون القتال والدفاع عن النفس. وبيقول لها ان ساكس مش صديق، لكن للاسف كان الوقت اتاخر واتباع ساكس وشريدر وصلوا للمكان وبداوا في مهاجمه المخبأ بتاعهم وبيوزعوا متفجرات في المكان كله وبيحاولوا انهم يمسكوا السلاحف، لكن هنا سبلنتر بيتسدى ليهم وبيقدر يضربهم كلهم بسهوله لغايه ما بيجي شريدر بالدرع الحديد المتطور اللي لابسه. هنا مايكل بياخد ابريل علشان يخرجها من المكان. في الوقت ده بيكون سبلنتر وشريدر بيواجهوا بعض وبيبدا القتال بينهم. سبلنتر بيكون متمكن جدا وبيقدر ان هو يوجه شويه ضربات لشريدر، لكن شريدر بيبقى اقوى علشان البدله اللي لابسها بتساعده على القتال بشكل سريع وقوي وبيقدر ان هو يهزم سبلنتر. وقبل ما بيخلص عليه بتظهر تاني ابريل اللي رفضت انها تهرب وتسيبهم وبتضرب شريدر من ورا. وقبل ما شريدر ما يقتلها بيرميها سبلنتر من قدامه وبيطلب من السلاحف انهم يهربوا وما يدخلوش مع شريدر في قتال، لكن للاسف شريدر بيمسك سبلنتر وبيطلب منهم انهم يسلموا نفسهم والا هيموت المعلم بتاعهم وبيسلموا نفسهم بالفعل. وشريدر بيقدر ياخد 3 من السلاحف، لكن بيكونوا سابوا رافائيل اللي بيكون تحت الانقاض من الانفجار وما بيعرفوش طريقه. وبيجري بسرعه رافائيل على المعلم بتاعه هو وابريل علشان ينقذوه، ويفوق سبلنتر ويطلب منه ان هو ينقذ اخواته وما يسيبهمش. هنا بتتصل ابريل بصديقها فارن وبتقول له انها محتاجه مساعدته بسرعه، وبسرعه بيروح لها فعلا فارن علشان يوصلهم لمركز ساكس للابحاث وبيقدروا ان هم يكسروا البوابه ويدخلوا. في الوقت ده ساكس كان بيجهز السلاحف الثلاثه اللي عنده علشان يسحب منهم دمهم كله علشان يقدر يستخرج منه الماده اللي كانوا مسمينها الطفره علشان يديها لشريدر. وفي المقابل شريدر هيرمي فيروس خطير في المدينه والوحيد اللي هيكون عنده العلاج للفيروس ده هو ساكس، وبالتالي الحكومه هتشتري لقاح بمبالغ ضخمه علشان تنقذ الناس. وهنا رافائيل بيدخل في مواجهه مع شريدر علشان يدي فرصه لابريل تنقذ اخواته، وبالفعل قدرت انها تعمل كده وتخرجهم وكانوا بيحاولوا يطلعوا من المكان، لكن العصابه كلها بدات تطلق النار عليهم، لكن السلاحف بيقدروا ان هم يتعاملوا معاهم ويخلصوا عليهم لغايه ما بيركبوا عربيه كبيره وبيحاولوا انهم يهربوا من المكان بسرعه، لكن العصابه ركبت عربيتهم ومشيت وراهم برضه وبيحاولوا ان هم يوقفوهم بكل الطرق. السلاحف بيقدروا يتخلصوا من العصابه بصعوبه. ابريل والسلاحف بيكونوا قدامهم منحدر ثلجي عالي وكانوا هيقعوا، لكن السلاحف انقذوها في اخر لحظه. وهنا بيقسموا نفسهم مجموعتين، ابريل وفارن بيروحوا لساكس قبل ما يستخرج الماده اللي في دم السلاحف، والسلاحف بيروحوا لشريدر قبل ما ينشر الفيروس في المدينه، وبيبداوا على طول في تنفيذ الخطه. وبيروحوا السلاحف بسرعه علشان يوقفوا شريدر وبيدخلوا معاه في قتال، لكن شريدر كالعاده بيقدر ان هو يهزمهم كلهم بسهوله. على الناحيه الثانيه بتكون ابريل وصلت لعند ساكس لكنه بيضرب عليهم نار وبيحاول يمنعهم انهم ياخدوا طفره، وبيكون لسه هيضرب ابريل بالنار لكن بيجي فارن ويشتت انتباهه علشان تقدر ابريل انها تفتح عليه اكسجين الحريق ويضربوا فارن يفقد وعيه. وبتاخد ابريل الطفره وبتخرج بسرعه وبتسيب فارن اللي قالها تخرج وتسيبه، وبيروح للسلاحف اللي مش
بيستسلموا وبيقرروا يعملوا خدعة الشقلبة اللي كانوا بيعملوها زمان، وبالفعل بتنجح الخدعة وبيقدروا يرموا شريدر من فوق البرج، لكن للأسف مش بيقدروا يفكوا الشفرة اللي هتوقف الفيروس، ومش بيكون قدامهم غير ثواني قليلة، وفجأة بيطلع شريدر اللي بيكون لسه عايش وبيبدأ يرمي عليهم سكاكين علشان يقتلهم، وهنا بيقدر أخيرا دوناتيلو ان هو يوقف الفيروس على آخر ثواني. شريدر لما بيشوف انهم وقفوا إطلاق الفيروس بيحاول ان هو يوقع قمة البرج اللي فيها كبسولة الفيروس علشان تنفجر يدويا لما تقع من على ارتفاع عالي، لكن السلاح بيحاولوا انهم يسندوها علشان ما تقعش برغم الضرب الشديد اللي بياخدوه من شريدر، لكن بيستحملوا علشان ينقذوا المدينة لغاية ما بتوصل إبريل علشان تلفت انتباه شريدر للطفرة اللي معاها، وهنا بتكون قمة البرج خلاص بتقع، وبيجري بسرعة شريدر ناحية إبريل علشان ياخد منها الطفرة وبيسيبها تقع، لكن إبريل بتقدر ان هي تمسك في قمة البرج اللي بتكون ساندة على البرج المقابل ليهم. هنا شريدر بيرمي سكينة ناحيتها وبيخليها تفلت ايدها وتقع، لكن السلاح بينط وراها وبيقدر ان هم ينقذوها، وشريدر بيرمي ناحيتهم سكينة تاني، لكن مايكل انجلو بيقدر يصد الضربة وبترد في كتف شريدر، وقبل ما يهاجمهم مرة تانية بيكون ليوناردو ضربه بالسيف ويرمي إبريل ناحيته علشان تضربه برجلها توقعه هو والطفرة، وبيموت اخيرا شريدر والطفرة بتتفضى على الارض وما بيكونش ليها اي لازمة بعد كده، وبيسحبوا نفسهم لفوق علشان ينقذوا نفسهم، لكن بيكون الوقت اتأخر والحديد اللي ماسكين فيه بدأ يقع ناحية الارض، وخلاص فقدوا الامل ان هم ينجوا بحياتهم، لكن على اخر لحظة الحديد بيتحشر بين البرجين قبل ما بيتصدم بالارض، وكلهم بيكونوا بخير ومحدش بيحصل له حاجة. وبنروح لسبلنتر اللي بيكون لسه عايش، وإبريل بتودعه، وهنا إبريل بتودع السلاحف هي وفار بعد ما انقذوا المدينة من شر جماعة القدم وزعيمهم شريدر، ولغاية هنا بيكون خلص فيلمنا، واشوفكم على فيلم جديد.